عن تطورات المشهد الليبي في ظل محاولات تقريب وجهات نظر القوى المتنافسة وصولا لحكومة وبرلمان منتخب ودولة موحدة قوية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي الليبي الدكتور نزار كريكش. دكتور نزار، مرحبا بكم. رغم التوقيع على اتفاق بوزنيقة بشأن الانتخابات الليبية، الملاحظ أن عقيل صالح وخالد المشري قد غابا، كيف تقرأ غيابهما وتأثير ذلك على إمكانية تنفيذ الاتفاق؟ نعم، أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. أظن أن الاتفاق بوزنيقة قد وضع خارطة للانتخابات وقانون الانتخابات، بحيث افترض بأن تكون هناك جولتين للانتخابات الرئاسية، بمعنى حتى لو انتصر أحد المترشحين في الجولة الأولى فإنها ستقام جولتين على كل حال. طبعا هذا الأمر يعني أن الجميع سيدخل في انتخابات الجولة الأولى، ولكن الجولة الثانية ستطبق شروط الانتخابات عليهما. هذا طبعا لم يرضي خليفة حفتر، وبالتالي لم يرضي عقيلة صالح. خالد المشري في نفس الوقت لاحظ بأن قد يكون هذا في البداية عارض، وبعد ذلك أصبح يميل لاتفاق بوزنيقة مع بعض الملاحظات. في المحصلة لم تنجح خارطة بوزنيقة، لأن الفكرة الأساسية، فكرة أن يكون هناك لجنة هي الحاكمة على خالد المشري وعقيلة صالح وعلى المجلسين كطرف ثالث، لم تنجح، لم يرضى بقرارهما لا المجلس المنوب ولا المجلس الدولة، وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر، بمعنى أن هناك صراع إرادات، صراع من يسيطر على القرار. حتى لما عدلوا الدستور وقالوا والله ننشئ لجنة هي الحاكمة بيننا، لم يرضى الأطراف بقرارها وبحكمها. يعني هل هذا ما أدخل الاتفاق في جدل التفسير، ما يعني ربما إعاقة تنفيذه دكتور نزار؟ نعم طبعا، لأنهم لم يتفقوا على هذا الأمر، وأصبح رئيس المجلسين يعني في تناقض تجاه هذا القرار، جعل المبعوث الأممي يخرج. طبعا المبعوث الأممي قبل أن يبدأ المجلس النواب في هذا المسار أعطاهم مهلة لستة أشهر، إذا لم تتفقوا قال سنذهب إلى الخارطة المبعوث الأممي اللي هي تشكيل لجنة مستقلة عن مجلس النواب ومجلس الدولة، ورشحت أنباء من قوة دولية بأن يبدو أن هذا هو المسار الجديد، بأنه استبعاد مجلس الدولة ومجلس النواب، ويعني إيجاد لجنة سامية. نعم. هذه اللجنة يكون يوكل إليها مهام إيجاد قوانين انتخابية، فأظن أننا سنمضي إلى الخارطة باء. نعم. لأن المجلسين أثبتا أنهما غير قادرين على التوافق. دكتور، بالنسبة لمطالب الأحزاب، بيان لأحد عشر حزبا يطالب بسرعة إجراء الانتخابات، معالجة الثغرات في قوانينها، ولكن هل ترى أن الإرادة الإقليمية وحتى الدولية ستستجيب لمطالب الأحزاب الأحد عشر؟ طبعا الأحزاب في ليبيا ضعيفة، ولكن على الأقل الآن أصبح في صوت مدني واضح. يعني هو المسألة أصبح ليبيا الآن مشكلة، يعني الحل موجود وغير موجود، الكل يتحدث عن انتخابات، لكن يبدو هناك يعني أيادي خفية من المجلسين تريد إعاقة هذه الانتخابات. فأصبحت المسألة واضحة أمام الشارع الليبي، أمام أسس المجتمع المدني، بضرورة إيجاد قاعدة للانتخابات حتى من خارج مجلس الدولة ومجلس النواب. فهذا قد يعطي قوة لدى الأحزاب الآن أن تتواصل مع المجتمع الدولي. يعني الكل وصل إلى نقطة يريد حل، لأن يعني أصبحت مسألة مملة، في تكرار، في نوع من الإعاقة الواضحة جدا بدون أي منطق. هذا أظن سيعطي دفع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية تعرف الآن قيمة ليبيا، وتعرف قيمة ما يحدث الآن في السودان، وإشكالية وجود فاغنر في أفريقيا وتغلغلها في أفريقيا الوسطى، وتغلغل فاغنر في تشاد وفي السودان وفي جنوب ليبيا. هذا أصبح مؤرق جدا للقوى الأوروبية، فبالتالي استقرار ليبيا والذهاب إلى نقطة أخرى. ورشحت أنباء واضحة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتصل بالجهات الليبية وتحاول أن تضغط على المبعوث الأممي، وأن هي بدأت تتحدث عن لجنة سامية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وأن هي حددت حتى الأفراد، وأن هي تريد استبعاد مجلس الدولة. كل هذا يعني أصبح يعني لا أقول مؤكد، ولكن أنباء يعني تواترت على هذا الأمر.
فهي وفشل مجلس الدولة ومجلس النواب بالطبع سيعطي قوة للقوة فرصة للقوة الدولية للتدخل الكامل في ليبيا، وهذا قد يكون يلتقي مع مصالح كثيرين في ليبيا، حتى مصالح الأحزاب السياسية، أن هي لم نصل إلى حل ببساطة، يعني أعطوا أكثر من فرصة، فرصة اثنين ثلاثة أربعة، لكنهم نعم. كانوا في جدل مستمر لم يفضي إلى أي نتيجة أو إلى أي حل في ليبيا. ولكن دكتور، هناك عقبة الأقاليم، هل ترى أن الحل الذي تسعى إليه بعض القوى الداخلية يعني ربما بشكل أو بآخر سيتجاوز إشكالية الأقاليم التي طالما كانت العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الليبية؟ طبعا هو هذه مجرد سلبيات يحاول كل طرف أن يتربص بها أو يتمسك بها من أجل إثبات بأنه هو صاحب قضية، لكن في الأساس هي ليبيا يعني ثم 6 مليون وميزانيتهم في السنة 60 مليار دولار، وبلد يعني ليس من الصعب إدارة ليبيا، لأن أصبح فكرة الأقاليم هذه فكرة أصبحت كأنها صورة ذهنية على انقسام البلد، بدل ما الناس يبحثوا عن سيادة ليبيا أو عن وحدة أراضية بدلوا ويضعوا حلول لفكرة الانقسام، وكأن هذا الانقسام حاصل. هذا طبعا سردية جاءت مع النزاع ولم تكن موجودة في ليبيا، فبالتالي حتى تاريخيا حتى الحديث عن الأقاليم الثلاثة وغيرها هو تعزز من بعد ثورة 17 من فبراير، لأن بعض الأطراف تريد هذا الانقسام، ولكن إذا ما وجدت سلطة مركزية ووجدت يعني دستور ووجد حالة من الاستقرار أظن لن تكون لهذه المسألة أي قوة. وأول من بدأ في ذلك مصر، مصر حاولت أن تبعد الأزمة الليبية وتضع الأزمة الليبية أزمة توزيع موارد، وما هي الموارد، ما حجم الموارد التي هي يعني توزع، إذا كان ثلث الميزانية الليبية تعطى رواتب والباقي يعني جزء كبير جدا منها يذهب إلى دعم الناس ودعم المحروقات ودعم المواد الغذائية، يعني المسألة ليست بالصعوبة التي يصورها البعض أن هي أقاليم متبالية، يعني تستخدم فكرة الأقاليم من أجل تأجيج الصراع، ولكن هي وراءها مجموعة زعامات معروفة دكتور يعني دكتور تحاول تستخدم تستغل هذا الأمر. تستخدم في أن يكون هناك لا سمح الله طبعا صراعا في ليبيا، ولكن بدقيقة لو تفضلتم في ذلك، من الذي يراهن على تثبيت فكرة الأقاليم في ليبيا؟ بمعنى آخر، من المستفيد الأكبر في تنفيذ هذه الفكرة، فكرة الأقاليم في ليبيا؟ زعامات، هي مجموعة زعامات في ليبيا هي تريد هذا الأمر طبعا، وهذا يروق لبعض القوى الغربية أو حتى القوى الإقليمية التي تريد أن تستفرد ببعض الأقاليم في ليبيا، شوف فرنسا مثلا تريد أن تستفرد بالجنوب الليبي، فهي صورة ذهنية تعززت عبر الإعلام وتعززت عبر حتى التصريحات المصرية المتتالية عن توزيع الثروة، لكن في حقيقة الأمر ليبيا في حاجة إلى دولة، بغض النظر عن هي دولة فيدرالية ولا، لكن قيام الدولة ومؤسساتها هو الأساس، ولا يوجد دولة بدون سيادة، ولا يوجد دولة تحت البند السابع ولا تتحدث عن سيادة دولة واحدة، يعني بدل أن يركز، وهذا اليوم ما ذكروه في الندوة، يجب أن يركز الليبيين على سيادتهم وعلى الدولة الواحدة بدلا من الحديث عن حل الأقاليم الثلاثة. نعم دكتور، في غياب الدولة الراعي. من اسطنبول الباحث السياسي الليبي الدكتور نزار كريكش، شكرا جزيلا لكم.